سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية صدق الله العظيم ورتمرك أبوه الرئيس وحان رباه إن أن أم هدع لنه ضد كان علم مضى ومقالة أن دقن قبل يويل يأضي يمامو يكل حفلة دانات كأوقي مهبضاً ونبقى عليه الصلاة والسلام ساتن أدياريي وإن تاسو خرش القليي وإن تاسو وقتي القليي وحي كتوسينيسا حسن النيوه دائيه كتوسينيسا وأن أم هذا علينا اللواكي نبقى عليه الصلاة والسلام قفك عددك كشغلني قفك أحسان أسامية قفك أسماء إلهي كمشغلية marka aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahayna waxaan u weydiinaynaa kulligood ilaahay inuu nabigiisa muciisa yeelo alayhi salaatu wa salaam intanada kala oo kala soo qayb gashayna usaana kana naga reebin mucudana yeelo kulligood intanan nuqdada aanan u socdo aanan gaarin waxaan rabnaa oo culimadii iga horeeyso dhan ay taabanayeen maqlayseen oo ku celceliyeen إن دي حفلة النبي عليه الصلاة والسلام مولد كهو شيء وناكسان أي تهي لوغة هدلي النبي عليه الصلاة والسلام سيرة دي سي إيهب دقن كي سي لوغة هدلي هايو مركا حاصل كمركا عرسكو كيانا وحوي إنت هدى علماء دلو شيء غيسي دي ميشان وحا لغوها يواسيرة دي النبي عليه الصلاة والسلام وحي دي علماء يا أركو يسينا هذا الكنوسو دمييي قف وح منكر كهل يمياشرة قف وح أن ونكسنين كت المامي النبي جمياشرة عليه الصلاة والسلام هي أم دحرس نبي أمان كايو ونكسن وح صد هذا ومسوه اللي كره وتصدق ضد كاز مؤمنين تايو ونكسن ومحبين تاعي لبحر صد هذا شيء مركب منه اللي سويدي ما هيو ووحيد علمه أي نوشي غيين
إذا مركز دات كان آد لبعتضة بدن أيوة تاجنتها هي أو مشاكل كبدن وها يسات موليد كأو قاركود آد موديد آد إني حرج يلبعتو يا وها يسو حيد عنين هي إلا قفنا إسكمان دات تري كرو دي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء دي كور رسولهم بإله القرآن كوها اللهي نبي جبا أنبياء سيرة دي كهل هي كتبتي مستور كتهاي صدق هذا أنت القرآن قصة عرورتي هذا كوربان غلوي نسوار يسنا وحي يرهد أنا كوحن مدي دنين لكن ماش عندي دنها وحوي وموعد كان يبش عن يصنع كان معلن كصلا لا فير سنة أرت السنة ذوق تير معلن لا ما فير سنة هذا سنة كي هو رأي سنة كان ما يسكون معلن بالله نجم موليد حتى بيش الربيع الأول مركي لفير مقال هذا للشوك ماي مال معين هو جوني على لما فيرس هدي حتى عيد عضو مال بقينا لا فيرس كبا سوقا أما مال سديد هذا النقطة أما مال تبنا هذا النقطة أما مال اللي بي تبنا هذا النقطة هدي مال لا فيرس سيد بالزمن كم وحبو حرمة أنا سويدين هذا مسلم زمن أنكم وحبو نجا حرمة إلا وحو حرمة وإلهي الرسول كيس بل وحي أحاديثي عدين أيان حليالك أنبياء قيبة كمدة إلهي ونعمة سيي إن لقابل سيي شكر تشوكته أو كبيرا مالنتي وحضر كيسا عاشورة صوم كذا مالنتا النبي قيري هل سنة بعدين بيجي دي الغرد عفايا هل سنة وهل مالنا صوم سنة صوم محو صوم كذا قصاب بالله ذي فما يلتي دي عاشورة النبي موسى إلهي و كوريا أصدق يقوم كسرية بنو إسرائيل فرعون يظالم كينا الهلاقي يضد كي دغادة نمع سنة كستمالين تي كبيرا نبي قنا محويري نحن أولى منكم بموسى مالين تي بكبير سيدو كلام مدن أسبوع كستسعطة ونبي قنا مركي لوي دي إسنين تم حادو سوم إيسا يوم ولدت فيه بي ومالين تي لاي دالي سيدو كلام مالين كي حق اللي بيسي أسبوع كسو النبي قد على شدي سؤد بالدقي ما يشاء أنك صنت كي أن مالين يلا با يصدح يعفر عن سكوني أسبوع يبو مالين كستا أو إسنين أو سوما يأسغو النعمة داس إلهي كون كرحمة دا يوسو ظاهري أو قابل سيني هاي ما مركي يرهدان سوما هندد كاسو هذا الكدو الشيء نقوم ما يمرك النبي محمد بحرام كداي ورد أنك نبي محمد إيه شريعة دي سيبان متابعون هايو أن رعصان هاي الزمن هرتوح ما أحرمه مدك لحتى هدي لي الزمن باو أحرمه واحد سويدينا هدا واحد أكسونا هولي دي دي هدا تكتاي أو كريسمس كا إن بدن بيدات كان موليد كاللغود ديري واحد كاي علامين إيين مغالوي إن بدن إن أي مؤتمرات إيه أي كوليهين إيه حفلة دا أي كوليهين سنة كي هو كذلك سنة كصوص علنا عن أوفير سنة بل قف كصها أوفير أيكم حي لا فير سنة تي حتى كريش تنك بي لا فير سنة هاي ورمحام مركي النبي محمد حق صلى الله عليه وسلم دات كدروا الله قد يقع هيا مركي ميالك الله قد يقع لليه وفي عنت أيكم ما تشوتيان صدح بلوت كور بلسي إعلامين يقول لها مالين تاس كريسمس كايو مالمها فصحة وحاجرة هي محاضرة ترت سنة كيو رصيدو كلا لو إعلاميني كان ضمع عنو فير سن هاي حدو الزمن أنك أدليده المولد كيبو حرمي هيا تين أنا حرمي تشوتيان مركة داد كيان لا تشويش قيلين داد كانو وأدتك هذا أنو شيء قدونا أن قيبة أن كمدة أن كيف قد بمرك موضوع عن هذا عن ربوح يرين كتابته أو أما صدق نقطة عن كتابته مدة كوباد وحوي فضل جا أصحاب النبي جيوه تدك آل البيت كسا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دي وحي سويدين مدن هذا وحي علماء النوغة هل النبي جا إن لا تعالى عليه الصلاة والسلام يدتك علماء أصحابها يدتك أئمة هسيء النبي جا أوتش علاه من النبي محمد كليها أنت علانا إنه وأمي
نبي محمد نوان شعلانة إن وحي نبي محمد شعلانة يرينا وان شعلانة هدو يرادة نبي محمد ونعم رقيت إنا ان شعلانة نعم نقح إنا ان شعلانة أما شخصي ان شعلانة أما وح روح لأ أما وح روح لحين وان شعلانة إلا النبي عليه الصلاة والسلام قفكم مركة أو رومين أيو رومين تما هن نبي محمد كليه هن رومي رسولك إلهي إنو وإنات رومي سان نبي محمد إنو رسولك إلهي إيهي إيه وما جاء به عن الله تعالى وح الله لوحي إلهي حقي سأوكلي أنو نبي محمد كليه هن شعالة هاي حق أولي من شغل كماله مصعد دي مركة وحا نغوين قولة أهل الكتاب كهاي وكالوتر إنو منو ببعض ونكفروا ببعض نبي محمد وحى أن أمره إن أنشعلانه كو أصحاب تسيبك آل البيت كبا كمدا أو دي قرآن كي كريم كهو عديي أنصار شعيل كيدوب يروى علامة الإيمان قفك أنصار شعيل إلا وادتك النبي عليه الصلاة والسلام مقالة مدينة أما أن تعذيمين إن أن نعنه أو أعرانه أو كبر نقودنا إلهي كبر نقودنا كفوغان مرك النقطة كم فضائش أصحابها وأنك حالك صو هذا اللي سحابي وحلي نبي وحير عليه الصلاة والسلام حديث كصحيحة وإمام البخاري يا إمام بدن وريان لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل حد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف تتاوح كورس آيات القرآن كاي فرتب المكران كلمة سكنام آيات القرآن كهذا عن كفر فرنواكي إلهي القرآن كي سيكير محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بين ذاتك قال هذا وكو أدريجين ده وذاتك راية الإسلام كان سوكرية وذاتك إسلام كمان تهال كان سوك جارسية وحي أصحابتي أمكدب بيهوص بإسلام كو سعودي وقاد رحماء بينهم وذات اسكن حريسان أو إسجعل أو إسعاريرين أيه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان وحد أركي سابل يكون ركوعا أو سجوسا ما حي ضل بيان فضل إي رضاها إلهي بضل بيان وحي أي مدو يرى هذا وحا لغوسي في أصحابتي نبيك بكثرة العمل والإخلاص لبدا سإلهي كسفي إن أي عمل بدن لإيمانيين إن أي وليبا إخلاص أي كل إيمانيين وتزجيو إلهي وتزجي وأنك حال سوق هذا حافظ كويناي وحافظ المغرب ابن عبد البر ويروى وأن لك كافي يبينا وحكب حث النبي وإجماع قف إسلام كأئمة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قف يراهدة عدول معها أصحاب النبي الله ما هي أما قف كمد من لا بس الفتن ومن لا قف كفنوي كيسو غاري أو أريمها أصلك المي iyo qoladii aan dhex gelin oo horteed ama dhimatay ama ka fogaatay kulligood مسلم الله سيو إليهم حير ذلك مثلهم في التوراة سيدا حد القرآن كو قتل ما مي توراة نصاص أصحاب النبي قال قتل ما ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شدأه فآزره فاستغلظ فاستوى إنجيل لو حل جوسي في إن أصحاب النبي قال الله متى الزرع يا أبوه قف كهل مربى ملك ردنيس أخرج شدأه لام بصوصار ولا عجار وضبيش ووضه فآزروا حقوا حقوا فاستق الله مركض ما أضيق بين قونيسا فاستوى مركض ما هو بجد وين أمر بحين أيه وصبول بحين أيه وحي أول الله تيرتع واللوك يا أصحاب النبي ما لهم بي لباء هاي ما لهم بي صدح هاي ما لهم بي طبنا هاي ما لهم بي كمنان هاي يعجب الزراع اللي يغيظ بهم الكفار بهم الكفار wuxuu ilaahay ku caray gelin la yaabalay dadka gaalada markay asxaabta nabiga arkaan adaawad adag bay u hayaan waan cibi bal hadda bal ayda u fiirsay li yagiida bihim al kufar wa meesha imaam al malik u leeyahay qofka asxaabti nabi muhammad qof kamida caayay oo u aroosay kuwa raafidada ayo kale wa kaf hayl quraanka ilaahay wuxuu ku cadeeyay kuwa u aroonaya oo asxaabta nabiga naceb inay gaalada yihiin وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ما دام هلقا كاس أي صوغ قالين إلهي محوسيي
بلنقاد وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجر عظيم منهم تواحى أئمد يرهد وجنسية تبعيد يما كله مغفرة وأجر عظيم وحي الزلادة إياها فواده وكان عورت إلهي وإذن رفيم وأجرا عظيما شنان والي سيدوك عبد الله بن عمر رنحوير مقا أصحابتا كهلي حال مقام أو سحابي أو إستاقة صعب وحي كخير بدان تهيبو يري متكون عمر يسورن عمل كأولي حديث كإمام أحمد ورمي ومدن هذا الشيء عائشة يراي ترى حديث كم مسلم كواح الله مرينا يوقف فران دلبان أصحاب النبي يكون وعي مرك أصحاب النبي وحي نوتا جنتا بمنزلة الوالد بل وكسي أوليسي محيلي أبها يهويا ذا تأبرني ما صبي بلوي لكن آية تزجي سمجت أصحاب النبي محمد سإلهي بتزجيي dad cuduula inay yihiin dad ehlu janna inay yihiin dad khiyaara inay yihiin oo nabi maxamed ba tasgiye alayhi salatu wasalam oo ijmaacul umma tasgiye marka waxba kama sheegay an aadna marka nuqdada saddexaad aan u tagno aad baan u soo gaabinaya inaan xoogaa awal dheeriyo waan laakiin afwan dadka de xoogaa bay fadhiyeen maadaama nabiga jacaylkiisa ay u yimaadeen waxaanu jecelahay inta qalbigoodu wali uu wacdiga jecel yahay in la yaa waa dhamaaday qofku waxa asaba uu xiiso u hayaa moogtahay xoogaa qofku markuu daalo waxa laga yaa wax badan wixii uu maqlayay uu hilmaamaya amase maata niyad fiican uma hayo marka iskana sabra laftiino thawaab badan baa leedihiin jazaakumullaah khayr marka nuqdada saddexaad waxa weeye إلا نعه قفكي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه أو عاية هاي أو وحكا شيغي وحن هذا سأقول لنا الزمن كان لابدي فرقو هذا أن شيغي نبي هذا صور نورات الدجال كيبا نقصده إلا النبي حديث بكويري قول هذا خوارجتا وآخر كو الدجال بولا صباحا واسهم كيسي وانا هيا kuwii shiicadaana hadday soo noolaadeen waagii hore meelahooda ziyaaray iskaga hay jireen oo meelahooda wuxuu iskaga karsan jireen hadda waa soo noolaadeen wad ogtiin caalamka islaamka internet sidaas qofka gala uu qaraacmayo dadka kule oo muslimka waa wadamada hadda islaamka waxaan ka hadlayno midka sacuudi jooga midka masar jooga midka siiriya jooga midka soomaaliya jooga midka pakistan jooga mid raashiyaana baan hamayn dheer waxaan arkay توحيدك الله لقينا يا كور وعدد هذا مسلم ما كهال الله يو قف هذا يرسو إسلام ما هو حن كهال الله يان قبله يو دل يرد قاركو ده يسن مود وعدد كاب كاب يا سيد مسلم وهايين ليهين وحي هور توحيد كنا جورا وكو خسرناي أبو بكر إيو مع عائشة إيو حفصة إيو حاسس كي النبي إيو عمر يا دد ولا يسنو هاي سنني منافقين بيراء هاي هذا وكلمة دس taasaan ugu xambaaraysa marka inaan ka digno maxay yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam waad aragteen wax allaala wixii dee rususha qur-aanka kariimka markaad fiiris nadmiga iyo xikamka cajiibka uu ku socdo rasuul kasta waaqica uu jooga waxa taagan wuu ka digay wixii ummadda maslaxadoodana wuu ku hanuuninay war waxaan idin leenahay aalu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waajib in la jeclaado waa kuwa ilaahay yiri inama yuriidu llaahu liyudhiba cankum arriis waa kuwa abuubakar uu yiri urqubuu muxamedan fii ahli beyti war nebi muxamed aalu beytkiisi ku ilaaliyin qofkii nebi muxamed jecel waa inuu aalu beytkiisii jeclaado waa inuu magaaladiisii xataa jeclaado waa inuu masjidkiisii jeclaado waa inuu asxaabtiisii jeclaado qofka nebi muxamed jecel waa inuu jeclaado marka laba mas'alaba waa khalad in asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam maantay abuubakar oo islaamka lagu ijmaacsan yahay waad maqlayseen haddeer culummadii naga horreysay radiallaahu canhu waxay ka hadlayeen
أبو بكر أو عمر يري مالين يهمين أبو بكر كبد عذيب أنا عمري يقولن بهلي شكل سيد علينا محير مركو ريكو فوق خطبة آخرين يي أيها الناس ما نسجعوا الناس بي وردت كيا أقول جيس إن ما بدن ريكو فمركز واحد اللي أنت يا أمير المؤمنين مركز ما يب أنا جماعة أنا وقف كي مبارزة يا عن دجال إسكاجا هرني ما نوا أوجر صورة أبي أعمال كيسان مرسية أكل بحنا لكن واحد نوجو جيس إنما بدن بيدت كوجو جيس إنما ذا بدن بيروى أبو بكر بي وأنك اللجوء من أي بي دجال كي بدر بي تندى النبي جو كتشري يا النبي جو ورديه أنت لا إسفيري حد حمزة توجو سيد علي جانا توجو عمر وات توجا واحد رجع جلا وات توجا كل أبو بكر بكى جهه ويل كيسي أو دلالي بحالة عبد الرحمن بلا سجع إسكندا وحي قرائي ماذا يرى إلا صدح بقوله نين جيس إنما أقول لك ميبان قال أوكي يرمو بي وحي وكل جيس أنت مبارزة كدل عبد الرحمن بن أبو بكر باكي أبيس ما علم كبير أبو إلا دقال كبدر ويل كيس عبد الرحمن حقه كصفرا أو تشير با إيقا هرتب دقال كبدر وان كان لحد يبير ولكاسي أبا هدان قو أركد عنو كامل لحد يبير وكبول ليباني له أروس ويل قال لي ما أدق على ما حاسة كهجم أنا كامل اللي حدين بفيري أرض راسة فكتاي أمر كده الله صو إسلام كبعد وحال الله يسقوا فغيب يا أبو بكر إنه تين ده النبي كتر وردي يب سيد علي وحي مركن هب عبار دق على ما صون نقد يا أبوي سيد هذا بل نبي يبى مثلا ورنا هم ده فرتكوا هيا أبوي مركن وحي يري مرنا قال كنا للرجع هيا أبوي وادق على ما هيا مركونا لا ريحة ما إنت صار نقطة بوتين ندي هوري ساقي يابي فين كل ينين كي النبي قال وقام من الرجل كلو حتى وح وقام من الأذى عدو جس والنبي محمد قف كي نوع كوها أساس خلفاء الراشدين تنا إليهن بمعنى الرباسي النبي محمد إنك على حدود مسيب يا طف قف عن دين بوركه أو عن آداب أخلاق من لحين إنه ما تأفكي سأكتها نبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام والله وحن دين شغية هدي النبي محمد يقال كي ستشعلي هنا أبو بكر بيت شعلا لها وهذا أكتهين مركي أصي عمر وحير مالين دحمرين أبو بكر بعد دمعينه يورها له عمره سي عمر ودي وعدف نبي قلنا سوء هذا إنه يرى يا رسول الله بلنا دحقل مركو أرنتي أو شغي نبي قلنا حناقي عمر ولي ما إيمان إلا النبي قال أنت كل ده قال ويريا رسول أنا كجردة سيد عمر بهدله أنت إس أنا أنت يبي أبو بكر أنت كل رالي قال يسيب هذا الغو أقبل مركو صون الله سوى النبي قال لكم النبي قال مركو أركيب وح بالله بينو هل أنتم تاري كل صاحبي هل أنتم تاري كل صاحبي هل أنت ورمي أن يقتلين بي صاحبك إلهي باي سو صار واي بين سيردا قريش تهين واي رمي يبي مال كيسي بي يقول حرير يبي قبل يسيب يقول يبي فما أودي بعد هذا المالين تاك بعد خوف أصحابتي كمدة هذا هو عمر يا علي يا عثمان يا حتى خضر خوف أبو بكر هذا القول اللي بصدقه كرلما عمر كان عرفتين مركو أبو بكر لا تشوغ محوها بمنزلة الولد بمنزلة الولد وارت مركي أنصارتو انت قدر تيجي رهدين ورنين وين عيدا كان أمك عابا أبو بكر oo ninki nabigu magacaabay inuu beddelo ay kula hadleen oo uu nabiga u galay Abu Bakar uu u galay markii nabigu wafaaday halka garkaab intay ugu dhawi oo i jafaaliyay buu yiri takilatka ummu hooyadaa ha ku weydeen ma waxaad leedahay buu nin nabi maxamed magacaabay buu yiri beddel si umar waa in dhacday xuduudaha markuu soo baxay ansaar baa sugeysay adinkana hooyadiin hay weydeen naga tag buu yiri balaayad afka noo gelisay ya ورنك أصحاب النبي قف كمدة وسم كل عن أو قبل وصومالية يويل الصومالية أفك لك جل يانك ورهم يا أو ما أنت اللي ليها منافق بوها نبي محمد وين دال عمياء سو وحي وكوك سو دجا هي ما هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى إلى هاي أولي منافقا ما أركن مياه أنت دحفني هي قبل النبي قبيبه لويم توات هذا الشيخ وشيري
قفك كلو صحابي قف صحبتي سانكرم ما قالوا بيان سي راجع لكن ابو بكر قفك الى صحابي ما بالنص القران ببيننا يا قالوا هذا عائشه قفك الى صحابي ما اهن سو ما قالوا بي الا انت سو ايات بالقران كي كسو دكتو الهي عائشه بريه هيا بريال بل اسكنا في واحد بلي اسلام ما هين بالكورم war waxaan noocaas tawxiid guriyaha in kugu soo socdaan hadda gabdhuhu waa shaadareen maxay ka shaadareen waa in ku soo socdaan haddeere in ku soo socdaan Soomaaliya ay joogan oo meel kasta ay joogan oo caalamka meel kasta ay hadda ay dhex galeen haye kuwa arkaysa waa kuwa Soomaaliya qaata dadka sida ariga u biraynahay haye labadii firqaba hadda waa labada firqo oo la dhigi karo wax magac islaam ba huwa waa labada ugu xoog badan sidaa war markay is qalbiga nagu waasacbu u yahay inaan nabi maxamed jeclaano abubakar iyo asxaabti nabiga oo dhan aanu jeclaano aalu baytki nabiga aan jeclaano wax ummahaadki nabiga ana azwaajti nabiga oo ummahaatul mu'miniinki aan jeclaano waasacbu u yahay aan qaadan balaayadan aan ka digtoonaan shabakadahan iyo ilmahanagu ay galayaan hadda waad ogtiin qaarkiin minda sanad koor waxaan arkay ingiriiska gabar baasay internet ugu jirtay tarhooyo waxba maada araga nuurki ban anigu arkay kaalay ila qolo kirishtan ay ku xirnay waaba gaalowday hoob arday bay rabtaa inay gaalaysiis saaduleed gabadhani waa fiicanta waa maqbiya guriga ii dhex fadhiisa kirishtanimada la soo dhaqa habartii bay tarhooyo kaalay de meeshan nuurka aadna gal وعلى حذر أن كسرنا وحن لمدنا هاي مانتي دروا هل كان اللي بأرد هل كان دروا كتري هل كان اللي بحكتري هل كان وير هل كان دروا كل وإنجز كلا كلا جيس يا كسوما وإن الله سعنا إلمها نجو مالها إجليا ضد كأي وحكا قادر أيام حد روا دكتي قف كسا سومالي وحنا أنت مريكا أنت الله قدر أي سومالي يسكو قرحين يسي سيريا كل من يسي هو هذا اللي لا قبل دم بلا لا ولا دم بلا لا أنت حبس هذا كتر marka hore maan ogaano wiilashada iyo gabdhaha nagu meesha ay aadeen wadada ay ku socdaan ya alwikhayatu khayrun min alilaj war ina tirada aan wax daweeyo maxaa ka fiican marka hore cudurka horta ina ka dhowrsid ka cararto ya inaad marka hore isbalaayada ka fogaatid baa kaaga khayr badan marka laba ama saddex imaam baa ka soo qaadanaya dadka noocaas oo kala tacaamulka lagula tacaamulayo إمام أحمد وحير مركو أصحاب تكه لا يبير من السنة الذكر المحاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال السنة دي سوى حكميد أبو يري أصحاب النبي قال محاسن تودي كلية إن لا شيء قبل والكف الذي جرى بينهم وحير أحمرين أن وحبل لقشي ومدن حال الشيء إن أصحاب النبي قال معصومين هرتما لكن وادتك وحير مركي كلا عن واصون قنية وحي إليه سابقة كوين بإليه ووحي يركا يقدعي وح كوين بإليه وادتك دين تان إسلام كذروة المجد هل كاقيرس وحا إسوي دين مدن إلى هاي قف كما وحو أقبتا حما تدك ليه وناقي سو مقبتو ما إن الله لا يضيع أجر المحسنين رجع إنت دين تا إسلام كأسوه هالجمي oo ku soo baabay oo rafaadka u soo maray oo saa ilaahay u tasgiyeeyay maxooga yar oo ay sameeyeen oo laba hadal oo isdhaafsadeen ama wax yar oo isdhaafsadeen baa ilaahay ugu baabinaya wuxuudi bal ilaahay inta waa ka kariimsay hadda koor baa abuzurcata raazi baa waxa u yimid nin wax ka sheegaya mucaawiye ay ku dhex jiray markaas uu yiri waxaan ku leeyahay mucaawiye khasmigiisu buu yiri waa nin kariim abi waa sayid cali waa la yaqaanaa ninka ay isku dhaceen rabbiga mucaawiyana waa rabbi raxiim abi fama dukhuluka baynahuma maxaa ku dhex galiyay bi labadooda ya ninkan kariimka iyo ninkan galo kariimka isqabsaday rabbi raxiimana ilayhi maxaa dhexdooda ku galiyay bi miskiin orod meesha kaga tag marka waa in laga reebtoonaada markaasuu imaamu axmed wuxuu yiri ruuxii asxaabta nabiga caaya oo waaxidan minhu hal mid oo ka mid
maxaa soo galayaan nere 10 daqiiqo qofkii nabi maxamed inta hor taagnaa ka tag haye muawiyo hadana waxa loo dhigtay iyo rag waa ragii kutubada ah waxyiga nabiga u qor jiray kamid ama hal mid oo kamida faawa mubtadi'un rafidiyyun waa buku bid'ada oo rafidada حبهم سنة بي تعايل كودوا وصنة النبي والدعاء اللهم قربة إن لو دعينا وأن لو دواشو والاقتداء بهم وسيلة ضيشة اللغوط دينا وودد إله اللغوط قاريي والأخذ بآثارهم فضيلة فضيلة إيا ثواب إيا خير بلغيه لي آثار تودوا اللغوط دي نبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد تيتيح علينا وأنك إمام مالك شيخ إنه أويري كوان أصحاب النبي وح كل حين هي نبي محمد بين عيان ربينا وأسعوه إذا ما كان أصحاب سي آدم بي وحن كسو ختمين نما قال دي حالنا أن سوق هذا أو إمام الدحاو مركو أصحاب النبي وكهد لا يوحي حل قف أو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وح كشيخ هرتوا كبر النقون النبي waxaan u arorayna qofkii u arooday buu waxaan khayr ahayna lagu sheegi mahay wa hubbuhum diinu wa iimaanun wa ihsaanun bal fiiri ashaabti nabiga oo la jeclaado wa iimaan wa diin wa ihsaan bal fiiri inta isku da warun oo de qofka waxa balay ashaabti jecel muxuu calaamad u yahay inuu muumin yahay haduu san jeclayna inuu munaafiq yahay وبغضهم كفر ونفاق والضغيان بي قفك أصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام أعراضنا وكافر بي منافق وضاغي حد قد بي وهذا إمام الضحاوي كتاب كيسي عقيدة أهل السنة والجماعة وأوح كتاب لقو إجماع سيه هو أهل السنة والجماعة وحا كتاب كاكوخر وأوح أئمة هوري سلف صالح يا أئمة الرعدي بأي آمن سنائي وأدرت القرآن كمركا لقى هذا حالي مركي لقاها الليل الفقراء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان وحالي أصحابتي إيا مركي لقاها الليل أياك إحسان يمين لغو مقايد كل وان محسنين أصحابت النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنك محانا لكو قيدي قفك خير كيالان إيا مغفرة ذاتك أصحابتي النبي وتابعوهم بإحسان وانا كرا عي أو أياك قطيت marka waxaan iska gadigeynaa oo aan kugu khatimahay kalmadda ibn khaldun ka wuxuu leeyahay ajeeb kitabkiisa muqaddamada wuxuu leeyahay qofku waana mid Soomaali hadaan hanal ku ibtileeyay haduu shay raadiye buu asagoo tacasub iyo laablaka uu ku jiray buu uu isiraad xaq aad raadisid buu ibn khaldun kuna ajeeb u aha waxa adag buu sida uu ku haleelay buu هذا فيه وحن عندها يجا صاري قف بقى مثلا 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 كود هالليس وقف بلي وحو شيء وجرويني مثلا ماش يسيب تاجية بري ماش يسيب كم يصايا وح كان يه وتعصب قف كانوا قالوا وتعصب هاي قالوا تعلاضي قالوا أركا كلي قد إن حقتها هاي وح كلا يصير حقها وح كسر مركا أوشة qofku marka asagoo tacasub ka noocaasa ama firqaha u tacasubo ama qoloha oo kala ha u tacasubo ama wax ruuxu rabo ha ugu tacasubo oo u tacasubo haduu dabca inuu xaq raadiyo waa adag tahay buu sida uu ku haleelay waxa uu shaydaanku u qurxinaya waa meeshii uu joogay iyo tacasubkiisa bas hadiisa uu ku raadiyay buu yiri ictidaal xaal asagoo ku sugan haduu qofku wax raadiyo xaalkiisu ka mid tahay war xaq raadis haddu ku raadsan kitab ka fiir imam ka qowlkiisa fiir imam ka qowlkiisa fiir imam ka qowlkiisa fiir imam ka qowlkiisa fiir waxay u badan tahay qofka inuu xaq haleelay hadda waxa dadkan dadka u gacan gelinaya waa laabla kacas waa laabla kacas qofka waxa la leeyahay ahlul bayt nabiga ay jecel yihiin baa la leeyahay shiicadu ya بس هري حاجة حاجة فير ما هي ما حد كذب بيا على بيت كيف تجعلي إن الوجيرة أبو بكر يعيمك إن أصحاب النبي عاي الوجيرة هي قوة كلا هل كان بيو أردن على بيت بما ترى وارد ما دين بيه نقطع يا والله هلا هلا وقت النبي يا مال ما كذب بيسى يجوع هنا وارو قال كشيرات وحال بيت ليه ما ترى بالفير
أو بخاري يا مسلم كي بأسانيد دودي كبر حارة على البيت كي أو واحد كير كلا العرق أو هذا الملك الدولة الإسلام وجودا بيسوي محا عبد الوهاب يستعمار كو سو ذن أي وحمي لها هي تي حجاز يسأل البيت كي ما هاي يا لا بد هو مركو أركيسا مركو واحد إذن لا يهاي أو إذن كجدي ورلاب لك عن ضد أسكال علي لا بلا كعان لا ردك دقه يو قفك واحد تأني وحي قفك ويقاننا هكول أقاقو وحي وسنا قرن ضد أهل أد شريعة الإسلام كهكرت لا بلا كعان انت اللي قير هذا شيعة مولود بين دقه إسا إيه شيعة هدي الله كورة يه واحد دقه هيا هدي الله كورة زيارين إيه آل البيت كي بتشعليهم خرائح هسك قط أقاقو ما حاك قدم به نبي محمد لفتيس بل فيري قفكو هدو فكرة عقلي يكريو وحكو وكرة وحي إليه سيد علي بخلافة إسكالها وحي سيد عمر إيا أبو بكر يالله باب إنا يالله عاه يا سيد علي بخلافة كرة أوكي ونبي أكرا درطان إنا يسان أصحاتك كلية جريحين وحكو تصيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام هدو قف عدي محو ضدكو ننقو شيقوا بحاو حصرية كرة سيد علي سوانين كلوبي وسيد عمر ويد هالكا والله هدي اللغة هي بيوسف بيونس الحق حق حق ولا حريم محو شيء ويودي ويا أبو بكر أنا النبي وقال دردار فين سي على اللفت سبع عيبين حدا وعيبت قوي يا إهانة قوي نسي بدوش كسارية والنبي جيبي كسارية عليه الصلاة والسلام وشرع عدي إسلام كرم بي كسارية أي كدي جي وح أن لجوك السوناك marka tacasubka noocaas ayaan la boodin qofku aan miyir ku fiirin oo dadka ahlul cilmiga ha loo noqdo oo waxan idin kaga digaya wabseedyadan inta la galo wax la iskala talaqinay hadda waxa la bartay dhalinyaradu aaladan la leeyahay smartphone ama hal yiraahdo ama computer hal yiraahdo inama hiya balaa wa masiiba ogaad xaqiiqad manfaadeeda waxa ka dhiban boqolkiiba boqol madareeda ka dhiban qofba misal u baahnaanaya waa u garaacaya waa tiraya hameena waxaan galaa kuwa carabi ah mararka qaar kood waxaan arkaysa qof ehelul cilmiya waxaan inuu jawaabayo oo waxaan garanaya ayo qoladu rabab ha raacsana mararka qaar koodna waxa isleeda abooyaalo qof muslim ah waxan maba jawaabiba sidiisa afkiisu ma karaa bal quray bas qofki halkaas u keelay gabadhu waxay leedahay computerka markaan uu jawaabti ka soo helo wiilku wuxuu ku leeyahay anuu halkaas aan jawaabti ka soo helo war waan idin sheegaya waa balaayo wadada xaq idin ka dhuminaysa war dadka culumada aba joogo qofka sameesha uu joogo dadka culumada ay ugu dhaw xaqaha ka dhigisto wixii ka iskaal gala ha ula noqdo aaladan ma noqonayso lamana ictimaadi kala sharciyan wax uu qofku qabsan karana ma marka raalin ahaada waa in ku dheereeyay أول إنت سين لقسي ديريا ربنا لكن ضدك وحرا ودالين جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ خير الله كل جزيو ما شاء الله تعالى علم قس الله نوع فع سين عبر قس الله نور ديريا حربا إن شاء الله تعالى مركانا هنا نكسر دويو قصيدنا بأمارة نبي عليه الصلاة والسلام ونوق هذا يا شيخ محمود إن شاء الله تعالى محمد جاءنا بالبينات محمد رحمة للعالمين محمد شافع يوم التنادي محمد مهبط الوحي محمد
يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا عليك صلاة ربك يا محمد أصله النور الرحمن محمد قال الله كن فكان محمد كان معدوم المثال محمد منبع العلم محمد كوثرا أعطى الإله كذلك شفاعة العظمى محمد وملك الله قاسمه محمد فخسران لمنكرك محمد هي خير البرايا عليك صلاة ربك محمد استوى فوق البراق محمد قد طوى سبع السماء محمد قد رأى الإله محمد كلم المولى محمد اشتكى ذبي البراري محمد شوق بدر الله محمد محمد جاءت الأشجار طوعا محمد سبح الحجر محمد رسول الله يا شمس البرايا نبي الله يا نور الظلام حبيب الله يا حسن الختام بعين رضاك انظر يا محمد خير البرايا عليك الصلاة شيخ خير الله جزية قلبك سأل الله نوري وأنا نوري إن شاء الله تعالى نجنا النبي تعالى كيس قلبك أن الله قليو بارك الله فيكم حفلته إن شاء الله تعالى مركان وحين ومر يساق بجبدي إن شاء الله تعالى وين ولد عيسان دون هدي لا يره هذا مركان وحين ويريا إن شاء الله تعالى شيخ محمد عبد عافي إن شاء الله تعالى وحفلته إن شاء الله نص وحير دونا نص وجن جن دونا إن شاء الله تعالى وبعدين وين ولد عيسان دونا إن شاء الله مركا بارك الله فيكم انت ايرتا ودعادي انو هذا ان شاء الله تعالى يا خاتنكي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوة الكرام وحان اسليه نصيب بدن بان لان هاي دادكينا ما انت ماشان كسو غيب غلي وحي آن مقلني وخير اها ايا دقيهن نكو دعي لكن وحان نصيب در رأه qofkii maanta inta aad dhageysato maqleen ay wax ka bedeli weeyso waa waxa loo arkaa waa khasaare ilaahayna ma khasaariyo xaqiiqatan wixii culimadu maanta sidii meel walba ay noo taabteen adduun iyo aakhira wixii nolosheena ku jirto hadii ay tahay masiirkan ku badbaadi lahayn ilmaha ku badbaadsan lahayn iyo hadii ay tahay si aanu ugu dayan lahayn salaatu rabbi sallallahu alayhi iyo badbaadina meeshii ku jirto hadda shaqiisoo noogu dambeeyay sanadkii dhaweeyto arintan uu ka hadlayay xajka waxaan kula kulmay rag Soomaali ah oo dhanka Itoobiya ka soo xajiyay oo afkooda ku dhiiraday Sayid Cumar iyo Sayid Abubakar munaafiqiin baa waxay ahaayeen qaaymin waa anigu dhahay ku soo arkay waa sanadkii dhaweeyto hadda uu noogu dambeeyay waana loo garanayaa hebel iyo hebel iyo hebel baa loo yaqaanaa marka hawshaasi waa hawl aad iyo aad loo baahan yahay in dadku annaku culimadu wax baan bay waxay noo sheegeen wahaabiyada iyo waxa ay tahay iyo waxay ku dhaqmaan iyo sidii calaaqada nabiga iyo aalu baytka nooga goynayaan oo diin la noo soo dhigayaan iyo sidii waasidada nabiga aan ku gaar lahayn darbi ay nooga teediyaan waan baranay
hadda marka waa inaan ku baraarugno culimaduna ay nagu baraarujiyaan meel hadkan kale hadda soo faafay oo awl si sheekh noo sheegay meel iska go'an sanaa jiray hadda laakiin caalamka afriis geeska ka dilacay oo meel kasta ka yaacay tashayuca ah in la barawey waayo ma naqaan qofka uu noo yimaado mowliidkan la dhigo oo yiraahdo aalubeedkan jaclaa madaxan saaranayna waa wixii anagna lagu soo barbaariyay marka khatarta ka imaan karto ee sunta ku dheehan iyo waxa ay hadda maqlaysan saddexda sheekh ba ka wada hadleen oo saxaabada rasuulullaahi dhaawaca ay u geysanayaan iyo meeshiisa uu bakar nabi abtiis uu ka joogay marka haddii la xisaabtamo bal aan fiirino si uu bakar meesha nabigu dejiyay iyo meesha la dejinayo intaasa miisaan kugu filan miisaan kale ma baahnid marka qofkaasi nebi iyo aalubeed miyuu danaynaya mase u danaynmahayo waa in aan ku xisaabtanaa waxaa xikmad cajiiba ah marka hadalkii xala sheekh yuusuf uu na yiri ahaa maskaxdeennu maqaadi weysay inaan aalubeedkana jeclaano sida nebigu noo amray salawaatu rabbi wasalaamu calayhim saxaabadiisana sida nebigu noo amray oo wanaaggooda aan u qaadano maqaadi weysay oo wahaabiisanka iyo khawaarijnimaduna ay aalubeedka xagga u saarayaan tashayucuna saxaabadi xagga u saaray qolaba mid ay ku tarax tegayaan annaga maskaxdeennu ma waasic noqon weysa inaan ku wada qaadano nacam waa waasic noqon kartaa wey marka marka intaan ku wada dadaalno aadna culimmada waxaana ugu codsanaya anugu iyo dhammaanba xabba dadka wax garanaya in hawshan cusub ma naqaano waana u nugulnaa xaqiiqatan qofku waxa uusan aqoonna wuu ku khaldami karaa in aad looga hadlo oo dadka loo sheego oo looga digo sheekhu uu noo sheegay nabig walba markii lasoo diro salawaatu rabbi wasalaamu calayhi fidnada markaad taagan ayaa lagala ma taqaanaa uu ka digi jiro ka hadli jirto wixiisa ka bacdi hadda maanta marka haddaan ummadda muslimiina nahay weliba dadkii ahlu sunnati waljamaaca ah ama dadkii suufiyada ahaa ee ma taqaana manhajkeena aan ku taagnaa waa u nugul yihiin mabda aan soo faafay waayo ma yaqaanaan wixii aan wada jirna qayb ka mid ahaa inaan nala wadeen wahaabiya shalla waxay nala soo galeen waxa weeye ilaahay ha lagu xirnaado nabiga ilaahay rasuul baa nagu filan ilaahay rasuul baa nagu filan ilaahay rasuul baa nagu filan oo lagu marmarsiiyanahayo dadka in diinta looga gooyo oo wax khayr badan looga xajisaayo haddana waxaa la leeyahay ayadii oo kale aalubeyt rasuul aalubeyt rasuullahi baanan ku soo gelayaa marka aalubeydka waa sun baa ku jirta waa basashii dooliga loo saarahay ee aalubeyd haddii la jecel yahay sidca laguma dhiiradeen ilaahay radiallahu canhu marka insha allahu tacaala hawshaas culummaduna ha u istaagaan inay wax ka qabtaan kaalintooda annakuna aan wax kala soocno yaan iska noqon xoolo iska socda maalin kasta meel loo leexsade dad hadda waxaa arkaysaa qof maalin wahaabiyad u gelaya oo maalin kuwo kale u gelaya oo maalin meel kale ka dhacaya maalin meel aadaya marka ma fiicna sidii neef oomano dacdu arkaba carab iskala gelaya noqotideen waa inaan qof miisaan leh oo caqliga lagu sameeya xayawaanka kaga duneed kala sooca noqotida loo baahan yahay marka insha allahu tacaala hawshaas aad iyo aad aad iyo aad ha lagu baraarugo aan u istaagno midii kale oo sheekhmahad uu noo taabanayay awlaaddeenna aan tarbiya la'annahay iyo maanta wixii tusaale meeshan laga tusiyey ayadana qof kasta awlaaddiisuna meel gaarsiiyo ha ku talagalo oo ha naga beddesho wacyiga maanta wixii lasoo qabta waa inay wax kaa beddelaan waa khasaaradiis wax kaa beddelinin marka insha allahu tacaala xafladdu waa noo gabagabaysan tahay culummadu waxay noo sheegeen dad badan oo dhibaataysan ayaa soo cabanaya oo qof walba culummada ka mid a sheekh walbaa lasoo wacaya ragga waaweyn oo meesha jooga iyo ragga hawsha wada kuwa safar ka yimid oo xanuunsan baa jira kuwa kuway kasoo tageen fariimo ka soo qaaday baa jira kuwa xafladda kuwa sameeya ka mid ho dhibaatooyin sheeganahayo awlaaddii baa lagu dhibaataysan yahay xilihii baa dhibaato lagu qabaa shaqadii baa lagu qabaa caafimaadkii baa lagu qabaa jahli anna karena wada hareerayo meeshan baa lagu qabaa waxaa lasoo codsanahaya kun faatixo marka hal xabbaa nagu filan waxaan u dhiibi doonaa oo noo ducay doonaa ragba waalkii la yihahda sidii awalba la yaqiin dadka ahlu khayrka ah markii meel la isku yimaada iyo awlaaddii nabiga ka joogaa lihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhim maanta yaa ka jooga male kun baa noo jooga laakiin mid ka mid ah culummadu inay u duceeya noo dooreen weliba shariif mursal waxaan wada ziyaaray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhim waana nabiga jecel hadalkuu yidhi waxaa ka mid a weligaanay loobayn wuxuu yidhi maantay haddaan joogo aqal nebi maxamed aa ku jiro laleeyahay hortiisa wax ilaahay siilaa i dhiban lama arko marka isagaa noo ducaynaya salli baan ku soo xiro doonaa dardaarankii culummadu dardaarmeen yaana iska faaruqin anugu xikmad inii sheegi mahayo laakiin asagii xaqiiqatan naftadeeda waxaa go'aansan wax ka bedelo anugu wixii maanta dhegaha ku dhacay marka qof kasta ha go'aansado oo ha ku dadaalo oo ha yidhaahdo maanta go'aan ha qaato marka insha allahu tacaala shariifka oo noo duceeya shariif mulas baan ku soo dhoweynaynaa aan ka faa'idaysano waa nin muxib ah waa nin culummo ah waa nin ahlkii nebiga ah اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للقلوب فضوا دينك اللهم إنك عفو كريم حليم تحب رحمة يا الله تم لنا على هداك تم ولدنا على هداك تم معلمك على هداك علمنا تم على هداك كلنا على هداك
إلهي إذا كيس سلام شوكم من بعد هم جن الله أنت بقت الله عافية تدم حبس كجرا جرا الله عافية الله قصص صار أنت مراد مراد كذا خير وجن وين الله أنا وقعت إلهي إذا كيس زار مقبول حبيب فلك الله أنا وقعت إن شاء الله بإذن الله الكريم صلى الله على محمد وعلى سيدنا سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالم سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام Yeah.
الله.